Can we see the fly free? That's just like you and me. We can lose everyone being lonely. Find a place in your heart where you realize every love made a mark on your body. And you can see the reason why. Like this. Time is working on this night. We are falling down. Brothers, but are we brave? Everyone is lonely sometimes. But I would walk a thousand miles to see you rise. You were not alone, your family. Romeo, let's escape the free. That's just like you. كرم وكل واحد يكون مثلا قاعد على التليفون وقافل بس التليفون كده. بس يا كرم احنا هنقعد كل شويه على التليفون؟ انت مش جعان؟ انا هموت من الجوع بجد. انا هموت بجد من الجوع. انا جعان قوي. هو الفندق يعني المكان اللي احنا قاعدين فيه دول ما بيجيبولناش اكل وكده؟ لا يعني مثلا هنعمل اكل. هتقومي تعملنا اكل؟ اكل؟ حاضر يا كرم هقوم اعمل لكم اكل. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا بعرفش اطبخ. استنى، اول حاجه هنا فاضي، هنا طبعا بوتاجاز وغساله المطبخ، في اطباق وكوبايات وكاسات وكده. احلى حاجه عملتها في حياتي ان انا اصلا جبت كل حاجه. بعمل نصيبه اول حاجه طبعا، ان خليكي اي ده بقى عشان تديني نور. اول حاجه طبعا عامل طبعا بقى يا ابني في ايه؟ اقفل براحتك. هشرب بس عشان حضرتك من عطش بجد. بقى الله سمى دول العصير دي. العصير دي بجد حلو قوي، عجبني. حط دي بقى. يلا يا كرم ناكل. ايه ده؟ ايه العسل ده؟ انا العسل؟ لا الاكل طبعا. وات؟ انتي طبعا العسل والله. يلي يلا نقعد ناكل. الله طعمه جميل قوي صح؟ انا هقعد بقى هعمل حاجات على تليفوني وبعدين هنخش ننام. ماشي، هحطهم في غسالة الأطباق. والصبح بقى أول ما النهار يطلع هشوف هعمل ايه. يلا الساعة خلاص الساعة 2 بالليل. يلا بقى هسك بقى الأنوار. والله الصورة دي عجباني قوي. لحقوا، ده احنا لسه مصورينها في الفرح. الدنيا سريعة يا حبيبتي. الصبح جه، هخش اخد شاور بعدين اصحي كرم. كرم كرم يا كرم. نعم يلا خش خد شاور. ماشي هطلع. اطلع خش بس انا هطلع لك لبس. حاضر. انا عايزه اطلع اللبس. احنا هنخرج النهارده مش عارفه، بس لا 100% كده كده مش خارجين. مش عارفه هيلبس ايه. هو كده كده هو هيلبس بصيره. هو احط اللبس بتاعنا ده في دور بس في الغساله بس وخلاص. ماشي يلا بينا. هرد بس. ماشي بس هشرب ميه بس. Oh, that's all I get.
اعمل لي كوبايه قهوه. ايه بتعملي؟ عملت كوبايه قهوه ده بحاتيها بس، واعملي واحده لي. حاضر عادي، واحده حلوه كده. الو، القهوه بس مش قد كده، بس ماشي حلوه. انت بتقول في وشي كده عادي؟ اه عادي، بس انا جعان قوي يا لي. بس العيب اللي مفيش اكل باللي هو بتاع الفندق وكده ده بيعملي. حاضر، خد، هاخد الكوبايتين احطهم في الغساله في الاطباق. اول حاجه بحطهم بقى في الغسالة الأطباق. كرم عايز ياكل أكل غير اللي هو بتاع الفندق. بشرب بس شوية المية دول اللي أنا اتغسلوا. اه ايه دلوقتي؟ اول حاجة حط دول بس نشربهم. هقوم اساعدها. انت مش عايز تاكل من الاكل ده؟ اه بجد مش نفسي فيه. طب هعمل لك انا اكل ايه؟ في حاجات هنا في الدرفه دي هنعمل منها. اول حاجه فينا لقيت هنا في الدرفه دي بصرمه وبيض وعيش. وهعمل اكل ازاي يا استاذ كارو؟ هاتي بس شيلي بس دي، انا هعمل. قول والله هدوق اكلك بقى ان شاء الله. حاجات وهعمل دي على البسترم. شكلك بتعرف تعمل اكل. اه هعمل اكل بجد بجد. شاطر قوي يا كرم، انت عملتي الاكل ده كله؟ هو انت هتسيبي اختراعاتي يعني؟ حق تحفه صح، عشان الاكل حلو. هتدوقه بقى بتاعك ولا بتاعي كده؟ من امبارح كان اللي هو كان معمول في الفندق، قلت لك مش عايزه اكله. رايك حلو صح؟ بس العصير انت مش انت اللي عامل ده. هقوم اعصر لك عصير. خلاص لا مش عايز. ماما يا حبيبتي معلماني كل حاجه. دوقي بس البسطرمه بتاعتي، انا بسويها جامد قوي. دي ني نيه؟ لا الله، تاخدي واحدة؟ لا دوقي. مش عايزة، انا شبعت. هتقومي تغسلي؟ اغسل ايه؟ انا كده كده بحطه في غسالة الاطباق كده يتغسلوا يا حلوين. طب هما مثلا مش عايزين يتغسلوا؟ لا هما هيتغسلوا برضو، يصرفوا. ده المزايا بتاعتي طارت. هي كده كده ايه، مش هاخدك. طب يلا نخرج. عايزه تروحي فين؟ الملاهي مثلا، او نلبس او تفوت زي بعض. تعال نشوف ايه هنا زي بعض. بسم الله. رايك البس الطقم الاسود؟ لا الاسود ده. اه عندك انت جايب؟ اه هنلبس. هحط دول بس في الغساله لغايه ما نيجي، والطقم اللي احنا كنا لابسينه هنشوف في ثانيه. تعرف ان انا ايه؟ بقيت شاطرة صح؟ بقيت شاطرة؟ ما باين. ماشي يلا، واحنا خارجين احطهم على المنشر. يلا ويا بيتنا يا عزيز. يلا بيتنا. هو بقى بيتنا؟ اه ما هو بقى بيتنا خلاص. بس يلا بينا. هنروح في الملاهي بعدين. تيجي نغير الملاهي ولا نروح فين؟ انتي قولي انتي عايزة تروحي فين وانا هوديكي. دبي فيها حاجات كتير قوي انا مش عارفه. بس كرم ان شاء الله اليوم هيكون جميل قوي. اه عشان انت اخترت المكان طبعا يا حبيبي. هو دي كرم؟ اه مش هو ولا نعميت؟ لا هو هو والله كرم، مش انا اتلخبطت. كرم ميادة. اه يا كرم انت جاي لوحدك يا كرم؟
ما ترد كرم. مين دي؟ خدي يا لين. مين دي؟ لين مراتي ميادة، زميلتي في الجامعة. ماشي مراتك؟ انا ماشية. ازاي يا ميادة كرم ليه انا لوحدي، وحتى دي عاملة نفسها شعري. اه ما هو انت لها عرفها اللي انا بحب الشعر ده وهو بيحب الشعر ده، راحت هي عاملة زي السوسة. يلا يا ميادة اطلعي بافكارك. ازاي ده حتى هي مش حلوة، ده انا احلى منها. ماشي يا كرم، هي رخمة كده ليه؟ فكي استني هاخد واحد. يلا منو استني يا لين، ابعد كده. استني يا بنتي. عايز ايه؟ انا ماشي وعايز اروح. ده بنتي بس متعصبة ليه؟ عايز اروح، احنا لسه جايين امبارح. طب ثانية واحدة، انت متعصبة ليه بس؟ عايز ايه يا كرم؟ طب خدي رسالة لك دي. ايه ده؟ بوكي ورد. مش عايز ايه؟ ليه؟ عشان احنا كنا فرحانين برا، وفي ايه؟ هو كل ما نتخانق ايه بقى؟ بكده مش بحب كده. ايه اللي ما بتحبيش كده؟ يلا مش مشكلة، هقبل الهدية دي منك. بصراحة انا ما بعرفش اقاوم، بس بحبك قوي. استنى هجيب الفازه اللي انا كنت شايلاها احطها هنا عشان بحب الحاجات دي قوي. ايه رايك؟ واحده مني. جيب لي واحده هنا. جيب واحده هنا بقى. لو خليت انا اجيب. مش لازم تخلي ايه كرم، بس ما بعرفش اقاوم. يلا هغير بقى لبسي، هاخش اغير لبسي بقى وخلاص. يلا غير لبسك بقى يا حبيبي. يلا استنى بقى يا حبيبي، هروح انشر. ماشي هنشر دول، بس هلم دول الاول، اخدهم معايا جوه. اللبس اللي احنا كنا لابسينه اقسم بالله كان هياكل من علينا حته. هروح احطه حتى دلوقتي. هاتي دي اللي انا لابسه دي. انا هنايم. كرم انت نمت يا كرم؟ يا كرم يا لهوي، مش جاي لي نوم. بس اعمل ايه، هنام برضو عشان الصبح حكنا ولا احنا هنخرج. يا لهوي الميك اب بتاعي قليل خالص، عايزه اشتري ميك اب تاني. يلا بقى يلا يا كرم، عشان ملاك ولميز عندهم ميك اب كتير قوي. عايزه ميك اب؟ ايوه من عيني يا حبيبتي. تسلم عينك يا عمي. يلا بينا يا كرم، يلا بينا. انا رايح الحمام يا لين. حاضر يا حبيبي، روح. هي صورة البنت دي اللي هي قالت لي عليه، هلاقيها فين دي كمان؟ هي دي المرمية هنا بقى. بشوف بقى محتاج اي مساعدة. ماشي اساعدك بيه. لا بس انا كده مشهور وجاي المطعم دي، طبعا اعمل دعاية كده والمطعم. ممكن اخد معك صورة؟ عادي انا هاخد مع كل الناس، بس عايز اخد معك صورة عادي. لا ما ينفعش عشان ما بحبش الصورة. الصورة عادي مش هتخسر. مش هينفع عشان مستنيه الموزي بس وماشيين. الصورة بس مش هتخسر. طب حاضر. لين؟ نعم يا كرم. زعلانة اللي فيك ايه؟ لا مفيش اي حاجة. يلا هنمشي. اخدي دي. انت زعلانه ليه؟ حاسك ان انت زعلانه. لا يلا نكمل اليوم ده، مفيش حاجه. يلا نكمل اليوم ده، مفيش حاجه اقسم بالله. ماشي يلا.
يلا هنطلب اكل وبعدين خلاص. ماشي، بجد الحلويات دي تحفه قوي. اه يلا بينا بقى، يلا عشان زهقت. يلا ايه ده، ايه المسجات اللي عماله تجيلي دي؟ ما اخرج اشوف بره عشان خاطر ليه ما تصحوش؟ ايه ده، رقم غريب ده. كمان بعت صورة، ايه الصورة دي؟ ما ادخل عليها اشوفها ايه دي.